الله رايح الى مدينه لاغونا. رايح الى مدينة لاغونا، رايح الى مخيم هناك وان شاء الله بتلاقى مع شباب هناك. ويا مرحبا بكم. اول ما وصلنا على طول نزلنا هنا نسجل. هالمخيم هذا المكان. هذا هنا استراحة، هذا مكان استقبال، مكان تسجيل. عندهم الو. بعد ما سجلنا اسامينا خلصنا، اخذوا عن كل شخص رسوم الدخول 500 بيزو لكل شخص. هذا هنا مطعم يسوي بيتزا، هذا المطعم يسوي بيتزا، يسوي كل شيء. نتعشى، ندخل داخل بعد نفس الشيء. اختار المكان اللي تخيم فيه، نحن واصلين متاخرين صراحة، لان خذينا 4 ساعات في الطريق وزحمة. طريق زحمة كان. هني دورة المياه. هذا المكان. صباح الخير يا متابعين الكرام، حياكم الله. قمنا الصباح، صراحة الأجواء جميلة ما شاء الله، كل شيء تمام، ما قصر الشباب يعطيهم العافية.
وصلنا الحين هنا يبيعوا رمبوتان رمبوتان وهذه الأشياء الفواكه. لا تنسوا تشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد.